بعد انتشار فيديو نشرته منصات إخوانية عديدة في الأيام الأخيرة عن تسريب مزعوم بين اللواء فاروق القاضي ومستشارة في رئاسة الجمهورية تدعى ميرفت محمد علي، كشفت وزارة الداخلية عن مفاجأة عديدة بخصوص هذه الواقعة. الفيديو الذي نشره الإخواني عبدالله الشريف وزعم أنه تسريب يؤكد وجود فساد داخل مؤسسة الرئاسة، حيث يظهر من المحادثة المزعومة قيام اللواء فاروق القاضي من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسؤولين بالدولة بتسهيل حصول ميرفت محمد وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات، وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكور. قطاع الأمن الوطني يشمل ولسان المحادثة، حيث تبين أن الطرف الأول يدعى حنفي عبد الرازق السيد محمد من جوه عاطل الكلام ده ليك أنت لوحدك في القاهرة ومسجل خطر جرائم مصر يطلع بره 3150 قضية متنوعة في 1150 للناس 650 للناس جوه 500 عندنا على لسانس حقوق وكم محافظة الإسكندرية، حيث اتحل الطرف الأول وهو حنفي عبد الرازق صفة اللواء فاروق القاضي وقيامه بإرسال التسجيلات للعديد من الأطراف وغرض ترويجها في أوساط المحيطين به وبثها لمجتمع رجال الأعمال سعيا لإكساب ذاته الزخم الكافي وإهام الآخرين بتعدد علاقاته بمختلف المسؤولين بالدولة وقدرته على إسناد عقود لتنفيذ بعض المشروعات الكبرى بالبلاد لأي شخص، وذلك في إطار أعمال النصب والاحتيال التي يطلع بها. حوالي 5 سنين عملت اسم اللواء فاروق القاضي اتحاد السلطة اللواء فاروق القاضي تغلص صرف رئاسة الجمهورية، وبعد فترة طبعا بدأت أقنن الحاجات دي، خد الناس اللي عندهم قاضي وعندهم مشاكل ونزاعات على الأرض أخلصها لهم. بعد كده رحت بدأت أقوي علاقتي أكتر بالناس وعملت شركات أوهمهم إن أنا عندي رئاسة الحكومة وتخلصت من الكلام ده، وانا انا اسمي ميرفت محمد علي احمد، مواليد 13/9/69، وتعرفت في شهر 9 اللي فات على شخص بيشتغل في نفس المجال ادعى ان اسمه اللواء فاروق القاضي وان هو له علاقات مع مسؤولين كبار في الدوله وان هو بيقدر يجيب شغل كتير في مجال المقاولات وان هو له مصالح يقدر يعمل مصالح قويه في شغل المقاولات. كما اسفرت التحريات عن تحديد شخص قائم بالتواصل مع الاخوان الهارب عبد الله الشريف، والذي تبين أنه يدعى وائل عبد الرحمن سليمان محمد 42 عام سمسار يقيم بمحافظة الإسكندرية، حيث تبين ارتباط السمسار المذكور بالمدعو حنفي عبد الرازق وحصوله على المحادثة الهاتفية منه في إطار محاورة الأخير إقناعه بقوة علاقاته وإمكانية منحه فرص للاستثمار في مجال المقاولات في وقت لاحق. وفي ضوء تعرض المدعو وائل عبد الرحمن لضائقة مالية، قرر التواصل مع الإخوان الهارب المذكور موافته بالمحادثة الهاتفية المشار إليها مقابل مبلغ نقدي، وقام بإرسال له وعد بإرسال مكالمات أخرى على نفس النهج، إلا أن الإخوان الهارب لم يقم بمنحه المبلغ المتفق عليه. أنا اسمي وائل عبد الرحمن سليمان، عندي 42 سنة، وجبت رقم تليفون الإخواني عبد الله الشريف من على اليوتيوب وتواصلت معاه، لاحظته إن أنا ممكن أبعت له مكالمات تانية بس ده على خلاف الحقيقة، يعني ما عنديش مكالمات ولا الكلام ده. وعدني إن هو هيبعت لي 10,000 جنيه على ويسترن يونيون ونصب عليه. وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه وضبط المتهمين والتليفون المحمول محل التواصل بين المدعو وائل عبد الرحمن والاخوان الهارب عبد الله الشريف والمتضمن المحادثات بينهم في هذا الشأن، وجرى العرض على نيابه امن الدوله العليا لمباشره التحقيقات بحسب بيان وزاره الداخليه المصريه.